استوديو الناس يستقبل آراءكم وفق المادة 38 من الدستور والخاصة بحرية التعبير، وحق الرد مكفول لكل من يرد ذكر اسمه، والقناة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا استوديو الناس. طبعا قبل ما نبدأ بالحلقة لهذا اليوم، خلونا نتحدث عن موضوع استمرار ملاكات أمانة بغداد والبلدية بإزالة العشوائيات والتجاوزات عن الشارع والأرصفة بشكل مستمر. مواقع التواصل الاجتماعي تناولت هذا الموضوع بشكل كبير، أكو ناس انتقدوا هذا القرار وأكو ناس أيدوا هذا القرار. خلينا نتابع. شمبر هاي عربان عباس هاي طبعا لي هاي وخروا يا ولد وخروا هل شارف حاضر أما على مستوى آخر، انتشر فيديو يبين احتجاج المواطنين من المرضى والمراجعين بسبب إضراب الأطباء في إحدى المستشفيات، بالتالي غلق المستشفى، الامتناع عن استقبال المرضى، وهذا ولد نوع من الامتعاض. نتابع هذا الفيديو اللي يؤكد اعتراض المرضى على غلق المستشفى. هاي الأطباء مسوين إضراب على الناس الفقراء. هاي الناس الفقراء والله برا وايد. هذا الدكتور مسوي إضراب. لا تصور مباشر. هذا الدكتور مسوي إضراب. زين هذا اللي ما عنده راتب، الفقير، الملاقية اللي ما ياكل، شو يسوي هذا؟ إلى الله هذا. إلى الله. طبعا موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الأدوية اللي تحتاجها وزارة الصحة. مشكلة عدم كفاية الأموال المخصصة لشراء الأدوية كان بسبب الديون السابقة، بسبب إهدار الأموال، ونشعر أنه الوزير الجديد دكتور علاء العلوان في مأزق، مبين عليه من خلال المؤتمر الصحفي اللي أقامه. أكو فوضى تركتها الوزيرة السابقة عديلة حمود، وصل إليه الحال بالمستشفيات بالعراق والنقص الكبير بالأدوية إلى شيء فظيع، خصوصا الامراض السرطانيه، يعني ادويه منقذه للحياه يسموها، اللي هي الادويه الامراض السرطانيه وغيرها من الادويه الصعبه. سجلت الديون السابقه على وزاره الصحه 440 مليون دولار. هاي ديون ماخذين بها دواء، تمام؟ من هاي ال 440 مليون دولار وفرت الوزاره السابقه 49% من الادويه حسب ما قالت الأساسية للمرضى، يعني تصريح وزارة الصحة أنه 440 وفرنا منها 50% فقط من الأدوية. زين 50% الفلوس الباقي 50% وين؟ هاي أولا. ثانيا يعني 440 مليون توفر منها حسب الوزير الجديد 12%، يعني من 50% متوفر 12% من الدواء. يعني هسه الوزير حاير ما يعرف شو يسوي. خصصوا لهم مليارين دولار بهاي السنة بالموازنة وقال ما راح تكفي لأنه الثغرة كبيرة وهاي مشكلة، يعني
مليارين دولار مو فقط للأدوية، أو وفروا لهم عفوا 1.3 مليار، وهو قال إحنا نحتاج 2 مليار دولار بس للأدوية. 1.3 مليار أدوية ومستلزمات طبية وصرفيات وأطباء وما أعرف إيش، كلها 1.3 مليار. بينما الوزير الجديد يقول الأدوية اللي إحنا نحتاجها حاليا بالعراق واللي عندنا بها نقص، الأدوية الأساسية مو الأدوية المنقذة للحياة اللي هي متوفرة بشكل دائم، يراد لنا 2 مليار دولار. شلون راح يوفروها؟ هاي ما نعرف بها. المستشفيات بحاجة إلى 550 نوع من الأدوية بمختلف أنواع الاستطبابات والأدوية الوقائية واللقاحات. راح يقدر الوزير الجديد يتحمل هاي التركة الثقيلة برأيكم؟ راح يخضع لآفة الفساد، يستسلم للمواجهة الصعبة بموضوع تولي منصب وزارة الصحة، لو راح يذب استقالة باعتبار أنه حجم المشكلة أكبر بكبير من أن يطلع بتصريح ويتكلم عن أرقام وعقود وديون مخيفة؟ بالمقابل التحدي صعب والمواجهة أصعب. نتمنى لأي شخص يحاول أن يعمل بذمة وضمير أن يوفق في مهامة، أي شخص، لا نتحدث عن شخص معين. إحنا اللي نريد أنه يوصل الأصحاب السمعة الجيدة، أصحاب المشرفين اللي يشرفون العراقيين يوصلوا للسلطة، هو هذا اللي إحنا نريده. حياكم الله ببرنامجنا، بإمكانكم شاركون عبر الأرقام اللي تظهر باستمرار أسفل شاشتنا، وأيضا بإمكانكم تتصلون عبر الواتساب والفايبر، أرقامنا موجودة، اللي ما يقدر يتصل بينا على العادي يتصل على أرقام الواتساب والفايبر ويدزلنا فيديوهاته مثل ما دزلنا باستمرار الفيديوهات وإحنا دا نعرضهن على شاشتنا. خلينا نتابع تقرير ونرجع نكمل وياكم. هاي مشادة كلامية بين مواطنين وممرضين مضربين عن العمل في مستشفى الحسين التعليمي بالناصرية. وهذا دكتور تم الاعتداء عليه في مستشفى آزادي في كركوك بسبب وفاة امرأة مسنة وميؤوس من حالتها، والمطلوب منها الدكتور المسكين يشفيها بالوقت الضايع. وهذا وزير الصحة المسكين الدكتور علاء العلوان اللي حاير شلون يلملم هوسة وزارة الصحة وتركات ملفات الفساد وإهدار الأموال المليارية عبر عقود وصفقات ومشاريع وهمية. وقال وزير الصحة أنه العراق بحاجة إلى 2 مليار دولار لسد النقص بالأدوية اللي تعاني منه المستشفيات العراقية، وهاي واحدة من العقبات اللي تعيق وصول الخدمات الصحية للمستوى المطلوب. في عام 2018 ما تسلمت المؤسسات الصحية سوى 50% من الأدوية الأساسية، وما احتوت على الأدوية الخاصة بإنقاذ الحياة مثل أدوية علاج مرض السرطان، حيث أنه الوزارة ما تمكنت من توفير سوى 12% من الأدوية الأساسية بكامل الاحتياج و39% من الأدوية باحتياج غير متكامل، إضافة إلى النقص الشديد بالأدوية والتمويل. الوزارة تعاني أيضا من ديون سابقة بأكثر من 440 مليون دولار تمثلت بعقود مبرمة سابقا أما تم شحنها بالكامل أو بشكل جزئي ولم تدفع لحد الآن. وزارة الصحة تحاول توفير هاي الأدوية على الرغم من شحة الموارد المالية اللي ما تتجاوز الميزانية المخصصة لبند شراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لعام 2018، ثلث ما تحتاج الوزارة فعليا لهذا البند. إهمال هذا القطاع في تخصيصات الموازنات الحكومية واللي ما تزال قاصرة في سد المتطلبات الأساسية للرعاية الصحية الشاملة، حيث أنه قائمة الأدوية الأساسية اللي تلتزم وزارة الصحة بتوفيرها تتألف من 550 مادة دوائية تغطي مختلف الاستطبابات، حيث تتراوح الأدوية بين علاجات الحالات البسيطة مرورا بالأمراض المزمنة وصولا إلى علاجات الحالات المتقدمة من الأمراض السرطانية، إضافة إلى اللقاحات والأدوية الوقائية. الوضع الدوائي بالوزارة في بداية عمل الحكومة الحالية متدهور إلى حد كبير، فشلون راح يتمكن وزير الصحة من مواجهة هاي المشكلة؟ ويانا أبو عصام من المحمودية، مرحبا أبو عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون أستاذ محمد؟ يا أهلا بك أبو عصام، تفضل. أنا ضاع اتصل بيك أستاذ محمد. إيه؟ وانقطع الخط بيناتنا. زين. اي فاري بحكي لك شغله مال العدس، اشكر عدس برمضان. زين اي. هذا اللي قرا خليته لامه. شلون؟ هذا اللي قرا هاي اشكر عدس برمضان. زين. خليته لامه شوي حتى يسمنها برمضان. زين. هاي وحده. الشيء الثاني خلي يتفون اخواننا شغله النخيل. أيه؟ شغلة النخاب هاي مو شغلة داعش.
هاي ميليشيات مسلحة عصابات تبتز العالم بالخطر. زين. سمعت عمرك أنت كل هذا، سمعت عمرك كل هذا داعش يخطف ويساوب؟ يعني تقول هاي عصابات المنظمة أستاذ محمد. إيه يعني تقول هاي اللي خطفوا ذول الجناية اللي يروحون يجيبون شمة، ذول مو داعش، ذول ميليشيات. ميليشيات أني. زين. شلون عرفت إنه هاي ميليشيات أبو عصام؟ شلون تأكدت انه هاي ميليشيات؟ استاذ محمد أي. هو من هناك موجودين سرايا السلام وابو فضل العباس. زين. ومن هناك الحجوم السعودية، اكو رجال يصل حدود السعودية. زين. داعش توصل للسعودية، الامريكان من هناك محاصرين كلية. زين. هذول عصابات منظمة تبتز العالم وتاخذ من عندهم تخطف، انت عمرك كله سمعت داعش ياخذ فدية. زين. شي يريدون برايك؟ يعني ليش شي دا يسوون؟ ترهيب الشعب. ترهيب الشعب والسيطرة على الدولة. شكرا لك، شكرا ابو عصام، شكرا لمشاركتك. يعني طبعا وزارة الصحة كشفت انها لم توفر المفروض ما نسبته 49% من احتياجات المواطنين للأدوية الأساسية، كما اوردت ان ما وفرته من الاحتياجات بشكل كامل لهاي السنة ما تعدى 12%، أشارت إلى اهتراء مؤسساته نتيجة إهمال هذا القطاع في تخصيصات الموازنة الحكومية اللي لا تزال قاصرة في سد المتطلبات الأساسية للرعاية الصحية الشاملة. قائمة الأدوية الأساسية اللي تلتزم وزارة الصحة بتوفيرها تتألف من 550 مادة دوائية، هاي يجب على وزارة الصحة أن توفرها تغطيها بمختلف الاستطبابات، حيث تتراوح الأدوية بين علاجات كحالات بسيطة مرورا بالأمراض المزمنة وصولا إلى علاج الحالات المتقدمة من الأمراض السرطانية وإضافة اللقاحات والأدوية الوقائية إلى هذا العلاج. عثمان على الفايبر من ديالة، مرحبا عثمان. عثمان عثمان طيب عثمان ما يسمعنا. طيب رياض من الناصرية، مرحبا رياض. رياض نعم يا هلا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بدايه اشكركم على هذا البرنامج. حياك الله يا رياض، تفضل. واشكر لكم الاتاحه بالاتصال. تفضل رياض. اول نقطه عندي اي هو على راي ابو عصام المتصل السابق. اي يعني هو قال اكو ميليشيات زين جاي تختطف ذول اللي بالصحاري بالانبار الثوري صلاح الدين والكربلاء. زين. احنا هذا الشيء ما نقتنع به بصراحه. زين. لانه ما سجال الميليشيات يقزون بها الحشد الشعبي مثلا من جانب او غيرها. زين. هذا الشيء مو صحيح، مرفوض. زين. لا هو قال ميليشيات، هو ما قال حشد. رياض رياض هو قال ميليشيات ده تخطف وتقتل، وقال بالنخيب فقط، يعني ما قال بكل مكان. طبيعي. شوف هذا بالنسبه اللي اقول لك استاذنا العزيز. اي. اي رياض تفضل. اي يعني هو اول ماشي انهم يحجون ميليشيات يمسون هاي القوات اللي هي مقصود بها لا قوات زين. الجيش ولا الشرطه ولا الشرطه الاتحاديه. زين. سؤال رياض، يعني هسه هو نعم. طب باتصال وقال اكو ميليشيات تخطف ناس، ليش هو اصلا اولا ما حد يعرفه، ثانيا دا يتصل اتصال على قناه كان يعني يقدر بكل سهوله يقول ميليشيات الحشد الشعبي هم خطفوا، صح؟ لو كان يقصد الحشد الشعبي، بس هو قال اكو ميليشيات، اكو ناس مسلحه بدها تحاول تخطف بالنخيل. انا ما ابرر لاحد، لكن حتى نكون على يعني اطلاع بكل يعني اتصالات المشاهدين. انا اشكرك اشكرك استاذ. اشكرك. حياك. اي شكرا يا رياض. احمد من الموصل، مرحبا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون ابو جاسم تحتك؟ حياك الله، تفضل ابو احمد. احمد العفو. احمد من قيارة. احمد من قيارة. من القيارة. ايه نعم استاذ، جتنا قوة على كل العشائر وجردتنا من السلاح. زين. هذا السلاح صار عندنا، صار له قرن عندنا. زين. هاي قوة من العشائر جتكم؟ غريتنا احنا بدون سلاح، غرى السبعاويين بدون سلاح كلها جردوها. زين. منو جردها احمد؟ جردها شرطة اتحادية، ما نعرف منين. شرطة اتحادية.
الشرطه الاتحاديه واسلاح زين وين راحوا به؟ زين سؤال احمد 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 بالعراق مو نعم. كل بيت له قطعه سلاح مرخصه؟ بلى. زين ليش اخذوها لعد؟ والله خذوا حتى الكسريه ما تصيد خذوا حتى الهوائيه اخذوها. اي اي ما خلوا ما خلوا والله على كل شيء ابو جاسم. اها طيب ما ذكروا اسباب يعني ليش ليش اخذوها؟ يعني انتقام من عند العشائر من عندنا انتقام. طيب يا احمد شكرا لك. غسان من بغداد مرحبا غسان. غسان غسان الو السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل يا غسان. شلونك يا هلا بيك. يعني موضوعك ثاني من بغداد يعني ماكو بيت بغداد عنده سلاح. زين مجردين من السلاح. زين ها قبل الحكم خلنا الحكومه تعطيك السلاح عندك السلاح يجي ياخذه من عندك. اي هو هذا مو موضوعنا موضوع جانبي. احمد طرحه من الموصل قال دخلونا واخذوا القوات لكن اخذوا سلاحنا القوات لكن لا باس يعني اذا يعني تتشارك على هذا الموضوع بامكانك تشارك. اي يعني في بغداد الان ماكو اي بيت بي سلاح حتى المرخصه؟ ماكو ما بس المنتسبين لو عنده لو ما عنده. زين هاي تشوفها حاله ايجابيه لو سلبيه انه دا يسحبون السلاح من طبعا حاله سلبيه. ليش؟ في ايجابي يريد شيء واقع من الحكومه الناس تحمي نفسها. زين يعني انت تقصد انه انت ما مامن بالحكومه باي لحظه ممكن يصير شيء انا احمي نفسي؟ طب شنو هاي العائله انقتلت في المهديه ولقوا القاتل الحكومه ماكو. ايه؟ ما حد لا حد يجاوبك ولا حد يرد عليك. زين يعني لقوا القاتل بس ما سوى له شيء؟ ما سوى له شيء الان. طيب حاولت مثلا حاولت المنطقه مالتكم انه تحكي ويا الشرطه ويا الداخليه انه احنا عندنا سلاح ولازم نحمي نفسنا وهذا سلاح اللواء الرئاسي الحمد لله الامور زينه. ها جاي نتمنى بغداد تنزل الرئاسي كله افضل شيء. شكرا لك يا غسان شكرا لمشاركتك. يعني عثمان من ديالى على الفايبر مرحبا عثمان. مرحبا السلام عليكم. حياك الله تفضل يا عثمان. أنا بخصوص موضوعكم مال التجاوزات. إيه. المفروض أكو فد بديل يعني لا الناس الفقرة تعبانة. زين. زين وإذا ماكو بديل يعني الواحد يبقى مثلاً مخالف الما 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 يتحسن وضعه ويروح يعني يبني بمكان آخر أو يأجر محل ولا شلون؟ لأنه الحكومة الآن ما راح تخلي يعني ما راح تخلي تجاوزات يعني راح تشيلها كلها. بعد شلون اذا الحكومه تعفش يعني عن شلون مثلا؟ العالم كله خريجين وقاعد لا لا شغل لا عمل لا. اي يعني برايك الواحد يروح يشتغل حتى لو يعني تجاوز المهم ما يقعد ما يصير على الطالب بطال عالي على المجتمع يروح يعني لا سمح الله يقتل يمشي بغير طريق. لا مو يمشي بغير طريق استاذي هو العراق بلد متروس خيرات يعني انت تعرف هم دول الدول احسن منه. اي اللي هي السعودية قطر البحرين. المواطن العراقي يعني تجي يجي راتبه وهو بعده. زين شكرا يا عثمان. صالح من كركوك مرحبا صالح. سالم سامي سامي من كركوك. سامي الو سامي اسمعك عيني. حياك الله تفضل. لا تفضلك شرف عيني. يا هلا بيك. يعني استاذ محمد احنا من مدينة كركوك القرى التابعة لمدينة كركوك. زين. كورونا تبلشت من اثناء العمليات الحربية. والاجهزة اللي بلشتها معروفة يعني الجهات. زين. فلا تعويض يعني يريدون نرجع ماكو اي شيء مقومات للحياة حتى نرجع للقرى مالتنا. زين. وقرانا صار يعني مثل كأنه ضاربها زلزال. ابسط مقومة الكهرباء والماء ما مسفر يعني بيها ابر توزيع ما حد يعني ما حد يرجع لمنطقتكم سامي؟ لا ما حد يرجع لان منطقه مفلشه منكوبه. طيب شكرا لك يا سامي. خلينا نتابع مشاهد الكرام جانب من المؤتمر الصحفي للدكتور علاء العلوان وزير الصحه حول موضوع الادويه الاساسيه والادويه المنقذه للحياه والاموال اللي تحتاجها وزاره الصحه من اجل توفير الادويه.
الأدوية الأساسية والمنقذة الحياة التي يجب توفيرها دون تأخير. احنا لما نتكلم على الأدوية الأساسية نتحدث عن حوالي 550 مادة دوائية، نتحدث فقط عن الأدوية الأساسية اللي هي منقذة للحياة، وفي نفس الوقت هي الأدوية التي تستخدم لعلاج الغالبية العظمى من الحالات المرضية. هذه الأدوية ينبغي أن تكون متوفرة باستمرار. للأسف الشديد كما ذكرت الوضع الحالي غير مشجع على الإطلاق، لكن لدينا الآن دراسة حول هذا الموضوع ونعمل على مسارين. المسار الأول أنه العمل على توفير هذه الأدوية بشكل استثنائي وطارئ. اتخذنا إجراءات استثنائية بالذات بالنسبة لبعض الأدوية المهمة مثل أدوية اللوكيميا. هناك حديث عن أدوية اللوكيميا والثلاسيميا، هناك عقود أطلقت وتمت تغطيتها حاليا منذ أكثر من شهر بهذا المجال، وبلغنا الشركات المنتجة بإرسال أيضا شحنات طارئة أو تأمين هذه الأدوية بطرق استثنائية. نحتاج إلى مليارين من الدولارات لتغطية احتياجات المؤسسات الصحية من الأدوية فقط، ونتحدث لازلنا نتحدث عن الأدوية الأساسية بالمناسبة اللي هي 550 دواء اللي حصلنا عليه وفق موازنة 2019، والحقيقة مليار و300 مليون دولار للأدوية. بس مو بس للأدوية، هذه أيضا للمستلزمات الطبية وأيضا لكل الأجهزة. هناك جزء كبير من هذه الميزانية سوف يستخدم لتغطية ديون سابقة والتزامات مسبقة تفوق حوالي 400 مليون دولار. يا أنا أم علي من كركوك، مرحبا أم علي. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا أم علي. والله أستاذ محمد، أريد من برنامجكم وهاي من قناتكم بركة تساعدونا. اي أنا الحمد لله ما بيها شيء، بس أختي خطية بنتها بعينها كوف مرض مال سرطان، ونرجو المساعدة من عندكم. برا زحمة بغداد هي دائما توديها. اي شنو بيها مرض سرطان؟ شنو مرض سرطان بعينها؟ خطية صغيرة هي؟ صغيرة والله، عمرها 4 سنوات لو 3 سنوات. زين، وهاي شنو تحتاج استئصال يعني؟ لو شلون أخي؟ يعني تحتاج استئصال لعينها، لازم يشيلون عينها حتى الطيب؟ يعني لازم والله قالوا على احتناد يسوي لها عملية، بس رايدين أكثر من دفتر. زين، أهلها ما عندهم خطية، هم ناس مهجرين وهاي بتكريت ساكنين عادين، هسه بعدين قالين يسحبون لها، ما يسحبون المرض بعينها ما ادري شلون، بعد شهر يا الله يسوون لها على زين. نقدر ام علي نقدر ناخذ رقمكم، ندزل المراسل يصورها حتى نسوي عليها قصه، بلكي نقدر مثلا من خلال هاي القصه نلقى احد يساندكم، وزاره الصحه تتكفل بالموضوع احد. الله كريم، هو هذا الرقم يمك خله بلا زحمه اخي، واني همي راح ادز رقمهم. أي. أدز هذا رقمكم لهم وهم يخليك هذا. أم علي لو سمحتي، ممكن هسه أنت شايفة أرقامنا مال الفايبر والواتساب اللي تطلع على الشاشة؟ إي شفتها. إي ممكن تدزيننا على الفايبر أو على الواتساب رقم أختك حتى نتواصل وياهم. والله بلا زحمة، ما عندي يعني شو اسمه شبكة وهاي، بس عندي هذا يعني زين. لعد ابقى ويانا، لا تسدين الخط هسه صباح، ياخذ الرقم مال الفايبر الدزلي لهم وخلهم يتواصلون وياك. ممتاز، دزلهم الارقام خليهم يتواصلون ويانا. مشكورين يا ام علي، وان شاء الله نقدر نساعدها. شكرا لمشاركتك. تسلم ممنون. شكرا يا ام علي، شكرا يعني. الله يحفظك. طبعا الوضع الدوائي بالوزاره. طيب قبل ما ناخذ هذا البرزنتر خلينا ناخذ سيد سيف البدر، هو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. مرحبا بك سيد سيف، يعني خلينا نحكي بداية من المؤتمر الصحفي اللي طلع به السيد وزير الصحة علاء العلوان، ووضح أنه أكو مشكلة حقيقية بالوزارة لأنه استلمها وعليها ديون متراكمة ما يقرب من 400 مليون دولار فقط في جانب الأدوية. شلون ممكن الوزارة تتلافاها وهي ميزانيتها لهذه السنة أقل بكثير مما تحتاج الوزارة؟ شكرا جزيلا، حيا لك المشاهدين الكرام. حتى الموضوع ديون صحيح هو واقع موجود وتكلم به السيد الوزير صراحه زين. لكن ان شاء الله لن يكون معوقا اساسيا يعني موضوع توفير الادويه. احنا بعد الجهود الكبيره التي بذلتها الوزاره والمطالبات المتكرره من الوزير
ومساندة مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان واللجنة المالية ولجنة الصحة والبيئة زيادة في المخصصات في القطاع الصحي. صحيح أنها لا زالت دون المستوى المطلوب مثاليا نظريا نسبة إلى عدد سكان العراق، لكن زيادة لا بأس بها ستنعكس على كمية وجودة الخدمات المقدمة لعموم العراقيين. زين، فعلا هناك نقص عفوا ديون متراكمه، هذا موجود في الشات الاخرى لم توفى يعني دفعه واحده، لكن ضمن التحديات التي تواجهها الوزاره وضعنا خطه للتعامل معها ان شاء الله نتوفر على خدمات الاساسيه. زين دكتور، الاولويه للادويه الاساسيه مو حياه. اي دكتور سيف، انا اسف، خليني اقاطعك الفشل الكلوي. اي لكن وزير الصحه يعني كان واضح انه هو وزارته بمأزق، يعني الميزانيه اللي مصروفه لوزاره الصحه. تسمعني دكتور؟ دكتور سيف؟ الو ما اسمع. الو تسمعني هسه؟ شلون؟ لما اسمع السؤال عفوا. الو زين، هسه راح اعيد لك السؤال. وزير الصحه لما طلع بالمؤتمر يعني كان واضح انه الوزاره بمأزق، يعني المصروف لوزارة الصحة هو 1.3 مليار بالميزانية، لكن بس الدواء مثل ما قال سيادة الوزير أنه نحتاج 2 مليار، شلون ممكن نتجاوزها؟ يعني الآن لما الوزير أفصح عن أنه أكو فساد أو مديونية عفوا ب 400 مليون، هاي طارت من الموازنة مال وزارة الصحة، شلون راح تحلوها؟ أخي الكريم، أنت يعني اتصور قضاياكم كانت موجوده، هذا الكلام يعني في سياق طويل لم يعني يبين الوزير انه هذا راح يكون المعوق الاساسي، بالعكس اعطى صوره يعني متفائله نسبيا للمتوقع خلال الاشهر القادمه ان شاء الله هذه الديون لن تدفع يعني مره واحده او دفعه واحده، تكون على ليس بالضروره ان توفى جميعها في هذا العام. صحيح انه الذي يخصص لشراء الادويه 1.3 مليار دولار ودون المستوى المطلوب، لكنه اكثر بفرق كبير عن الذي يخصص في السنه الماضيه. زين. ونحن نامل انه سينعكس الادويه وعلى جوده وكميه الخدمات المقدمه لعموم المحتاجين. زين. زين، بسؤال اخير حتى نختم وياك دكتور سيف. سياده الوزير لما حكى قال اكو مديونيه ب 400 مليون المفروض يشترون بها دواء، ورغم ذلك انه الدواء كله ما انشره، معناته اكو يمكن فد عمليه فساد صايره بوزاره الصحه؟ يعني شلون ممكن تعالجون هذا الموضوع؟ يعني راح ترجعون تفتحون ملفات جديده؟ راح تجيبوهم ذول الفاسدين تحاسبوهم؟ لا سيدك انت متوهم، ارجو من حضرتك ترجع الى نفس المؤتمر الصحفي والصور قضايتكم سجلتها كامل. زين، انا شفتها. سيدي الوزير ما ربط بين كون هذه الديون مع ادويه لم تشترى، لا، هذه الديون مقابل ادويه، لكن يعني بقيت ديون. صحيح دكتور. دكتور صحيح. اما موضوع يا اخي الكريم هذا هو صحيح دكتور اذا تسمح لي، يعني هو صحيح قال اكو مديونيه. بحضور السيد المفتش العام نحن نتعامل خلال القنوات القانونيه والشرعيه، ونحن مؤسسات مختصه بهذا الموضوع نزاهه ومكتب المفتش العام بالنسبه لوزاره الصحه دائره التفتيش من ضمن تشكيلات مركز وزاره الصحه نتعامل مع هذا الموضوع حسب الضوابط القانونيه وحسب ما يرد من الادله. دكتور سيف دكتور سيف تؤكد في التورط احد الماضي مو. اي نعم. شويه الصوت كان يقطع، انا ما فهمت الجمله الاخيره، لكن يعني الوزير قال احنا محتاجين 550 دواء اساسي ما متوفر، المفروض من 49% ما وصلنا غير 12%، زين شلون معناته اذا ماكو فساد بهاي الطريقه؟ لم يعدوا الى الفساد بالدرجه الاولى، بينت لحضرتك اخي الكريم انه الفساد واقع موجود. اي مؤسسات الدولة ومعترف به من أعلى المستويات ويعالج بالطرق القانونية والشرعية من المستويات الرسمية المعتمدة من قبل الدولة. أما كون عدم توفر الأدوية فهو ليس بالضرورة مرتبطا بهذا الموضوع. بين الوزير أن المشكلة كانت بالدرجة الأولى في التخصيصات، وحتى ما يفترض أن يخصص لا يتطور كله فعلا خلال السنة المالية. هذه المشكلة بينت البارحة وأيضا بينت الوزارة في بيانات سابقة. زين، شكرا لك دكتور سيف. أشكرك دكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. مثل ما سمعت مشاهدي الكرام، هذا الحديث مع الدكتور سيف البدر، ذكر هواية أمور تتعلق بوزارة الصحة وبالأدوية.
لكن المواطن يبقى يتساءل حقيقة، يعني 550 نوع من الدواء يجب أن تتوفر ما توفرت. هذا السؤال، يعني أنا حاولت هواية أحكي ويا الدكتور سيف لكن ما أعرف، يعني 550 لازم تتوفر. مثل ما قال سيادة الوزير 49% من مجموعة هاي الأدوية وصل 12%، يعني إحنا هاي التراكمات اللي تواجه الوزير شلون ممكن نحلها؟ يعني معناته أكو فاسدين بالوزارة لازم نجيبهم نحاسبهم. الأدوية الأساسية، الأدوية المنقذة للحياة وينها؟ وين راحت؟ إحنا غير هاي نحقق بها، اللقاحات اللي المفروض تستوردها الوزارة وين؟ يعني 440 مليون ترى مو شوية، 440 مليون هاي فقط للدواء، وين راحت؟ يعني هاي ما بها طبعاً 440 مليون دولار، ده نحكي ما ده نحكي بالعراقي، وين راحت؟ يعني ما من حقنا نعرف إنه هاي الفلوس لما المفروض 49% يوصل منها للوزارة، الدواء يوصل 12%، زين الباقي وين؟ 45% أو أكثر، 37% من الأدوية ماكو يا أخو، ما جابوا أدوية وانطوها، معناته ما حد اشترى 37%، معناته اشتروا 12% و37 انباقت. احنا غير هاي نحقق بها، غير هاي نلقى لها حل. وين منو يعني؟ ابو محمد من كركوك، مرحبا ابو محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله ابو محمد، تفضل. ابو لازم عندنا موضوع شوية بخصوص احنا يعني تابعين شركة نفط شمال. اي. حراس يعني قبضوا القواطع متأهبين. زين. هذا مثلاً تشوف إنه بأربعة من شهر 12 أو 11 لحد الآن ماكو راتب، يعني روح الشركة يقول لك على المتأهب، المتأهب يقول لك الشركة ما يعطوني، ما نعرف. زين. طيب شكرا لك أبو محمد. طبعا أبو سارة من الموصل، مرحبا أبو سارة. مرحبا يا شيخ. يا هلا بيك، تفضل ابو سارة. شلونك؟ حياك الله. استاذ محمد، انا من الموصل. اي. انا من الموصل، احنا يا قرى جنوب الموصل قاعد تصير بالقرى كوارث. مسلحين يطبون على القريه يقتلون ثلاث نفرات اربع نفرات طبوا على قريتنا الجمعه الراحت. زين، ماكو امن، ماكو شرطه، ماكو جيش، ماكو. والله القطاعات مو قريبه علينا حيل. يعني عايفين مثلا القريه سايبه؟ سايبه العمليات. ابو ساره، يعني 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 نعم. عايفين القريه سايبه، يعني ما حد يحميها؟ ما حد يحميها، بسدنا حشد وقطاعات عسكريه لكن مو قريبه علينا، يعني اقرب نقطه علينا 6 كيلوات. اوه. حشد نعم. زين. ورانا ماكو قطاعات عسكريه، بعيده علينا حيل. زين، هذول المسلحين اللي دي يدخلون ابو ساره من وين تتوقع؟ والله ما اعرف، يجون من المنطقه الغربيه خاليه فارقه. زين. زين. ما في اي شيء. أي. فاحنا ناشد قائد العمليات المحافظ، قائد الشرطه. اي. يعني يجيبون لنا قطاعات بقرانا اتحان القرى، هي قرى قاعد تهاجر، صارت عندنا نسبه هجره كثيره. شكرا لك ابو ساره. ابو رسل من الديوانيه، مرحبا ابو رسل. السلام عليكم. على الفايبر. وعليكم السلام. محمد. يا هلا بيك، تفضل ابو رسل. بالنسبه للرعايه. اي. يضحكون علي انا ما اعرف شنو. يومين اجينا ساعه احلف بالقران وما تعرف السبب شنو. زين. نعم، يعني ماكو يومين نروح ونرجع ماكو نتيجه. انت طالع اسمك لو بس تروح تراجع تريد تثبت حتى يجون يكشف عليكم. اعتراضات حاليا. نعم. بالاعتراضات طالع. بالاعتراضات طلع اسمك. زين. نعم. وهسه تنتظر واحد من جماعتك قال انت تاجر، طالع اسمك تاجر، تاجر من مقدم؟ ما تقول لي من مقدم، والله مصيبه. ها شنو من دوله هاي؟ اي يعني اللي ماخذ اسمك بمكانك فايت هو تاجر. نعم. ايه تاجر. يا استاذ تاجر من مقدم؟ ما تقول من مقدم، لا هو تاجر. اي شكرا لك. بركت من خلال شاشه جون الوزير. شكرا ابو رسل. ابو محمد من الانبار، مرحبا ابو محمد. اهلا وسهلا بك اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اقول تعاني شغلتي، احنا من الانبار الثاني حاليا قاعده ببغداد. زين. زوجي من تهجرنا وقفت كليتي، تبرعت له كليتي. زين. بقعت سنه ونص عده ووقفت. زين.
هسه رجعنا للغسل، هان من تهجرنا لحد الان انا في المستشفى واطفالي يم اهلي، وين ما اروح اقول لهم يا اريد مساعده، اريد وزاره اللي تعين مريض تطبع بي فيروس. رجعنا للغسل صار سنه وخلص اصاب بي فيروس وحولنا للفيروسات، انا اغسل بالكرامه. زين اغسل زوجي بمستشفى الكرامه. طيب ما خليت انسان يعني ما ناشدته، ماكو اي نتيجه. يعني انا جهالي بصفحه، يعني ماكو مساعده إلا نهائيا. وراتبه كله 500، هو موظف بالدايره. نعم. وحالته تجي تشوفها انت بنفسك للمستشفى مال الكرامه، وتعالوا شوفوا وحكموا انتم وتقاريرنا ويانا. زين يسمحونا ام محمد، يسمحونا يعني يسمحونا ندخل للمستشفى من يعني احنا كاعلام ام محمد، يسمحونا احنا كاعلام ندخل للمستشفى نصور الحاله؟ لا تصوير انا بالنسبه لي اصيد تصوروه هو شوفوه هو، بس انا لا، انا اريد صوتي تسمعوه للي عندهم خيفه الله. زين للي عندهم رحم. يعني هسه الفيروس بي فيروس، والفيروس كلش قوي عنده، وتحالي أنا بس بهذا الشهر يشهد الله علي حاطة 4 ملايين دين. لا لا يشهد الله علي مال العملية الأولية 15.25 أنا برقبتي بيتي بعتل بالرماد انضرب وغراضي راحت وقلت تجوز وبعت بأرخص الأثمان في سبيل أعين نفسي وجهاري، عدي جهالي طرق والباقين بالمدارس بنات، ولد 2 و4 بنات. الله يعينكم يا محمد، شكرا لمشاركتك ويانا. ابو محمد من ديالى، مرحبا ابو محمد. ابو محمد هاني تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلون صحتك؟ يا هلا بيك. ممكن مشاركة؟ تفضل. حبيبي من ناحيه الصحه يعني هي اساسا في العراق اساسا الصحه معدومه. زين يعني معدومه ليش؟ لانه لا زال اكو فساد بجزاء الصحة، يعني ما يصير نتشار نهائيا. ليش؟ لأنه رقابة ماكو، المساعدة للإنسان اللي ما عنده ماكو. زين هم من بيقولون يعني هاي يطلع 440 مليون دولار صح ولا لا؟ يعني من طلعت مطلوبة زين هم هاي اللي تأخذونها من المواطن اللي يجي أي مستوصف صحي، كم مستوصف صحي موجود بالعراق؟ اي صحيح، تقريبا 1000 موجودات في العراق. كل مواطن ياخذ منك 3000 دينار. زين. صح ولا لا؟ يعني هاي كم 3000 دينار وكم مواطن بالعراق يوميا راجع المستشفى صحي؟ يعني تقول كان هسه سدوها من خلال الفلوس اللي ياخذوها من المواطنين. صح ولا لا؟ ايه. زين عددتها من تطلع هذه تطلع 440 مليون دولار. يعني خساره هذه، يعني الدوله ما لها علم، ما معقوله. شكرا لك. لازم لها علم. بالتأكيد. شكرا يا أبو محمد، شكرا لمشاركتك يعني. خلينا نتابع الآن هذا الكليب. دو المهن الصحية في واسط خرجوا بتظاهرة من أجل رفع التسكين الوظيفي وزيادة الخطورة ل 100% واحتساب الشهادة الأعلى، وهذه ليست المرة الأولى ليعتصم بها ذوي المهن الصحية. مطالبنا، أبرز المطالب هو رفع بدل الخطورة من 50% إلى 100%، أسوة بالأطباء والمخدرين والصيادة الذين يعملون نفس المكان ويتعرضون للخطورة ذاتها. من أهم مطالب وزارة الصحية رفع التسكين، رفع زيادة الخطورة من 50% إلى 100%، نظام التأمين الصحي، نظام توزيع قطع الأراضي اللي هو لحد الآن تقريبا 11 و12 و13 سنة أبد ماكو توزيع قطع أراضي، كذلك احتساب الشهادة الأعلى دون تغيير الدرجة أو التأثير على الدرجة، احتساب الخطورة، رفع التسكين، كل هذه الأمور تتلخص بها هي مطالب المهن الصحية.
خرجنا اليوم احنا اعتصام واضراب سوينا على مود تحقيق مطالبنا، لم يتم تلبية مطالبنا من قبل الوزير، ونرجو من الوزير رفع التسكين وتوفير قطع أراضي، والخطورة ترفع الخطورة مالتنا 100% أسوة بالأطباء والصيادلة، وبما أنه احنا معرضين لأمراض معدية وانتقالية، ورفع التسكين وخطورتنا 100%. ويا أبو علي من دياله، مرحبا أبو علي. السلام عليكم. يا هلا بيك أخي. إحنا صحوات في جنوب بيدروز في دياله. نعم. في دياله. نعم. صارنا سنة ما مستلمين راتب، ويقولون وإحنا عندنا راتب مال رعاية، يعني كان مرات الرعاية قطعوا علينا، قاعدين مستلمين على الصحوات. زين. حتى الصحوات صارنا سنة يوعدون بنا اليوم باكر اليوم باكر وماكو شيء. وحالين هسه بزماننا لا احنا عندنا مال عاطلين، لا عندنا مال صحوات، امكانياتنا فد مره محدوده، وكل واحد برقبت عوائل، كل واحد عائله 10 نفرات و12 نفر، ضالين حالين بزماننا، لا هم يعطونا مال رعايه ولا هم يعطونا مال الصحوات، يعني يقولون انتم منتسبين على قوات الدفاع، قوات الدفاع ما في كل شيء ما محصلين امان الله. شكرا لك ابو علي. توصل صوتنا خير ابو جاسم. شكرا يا ابو علي. ابو محمد من دياله ايضا. ابو جاسم مرحبا. محمد، ابو محمد راح. اسراء من دياله، مرحبا اسراء. اسراء الو. تفضلي يا اسراء. نعم نعم يا هلا بيك. نعم استاذ، اني ما عندي لا ابن لا ولد لا عينه، زلمتي مواليد 34 وانا صبيت يعني مضروبه بجلطه، وعيوني يعني صار به النزف، وأنا شبين عيوني على مود هاي، يعني حالتي تعبانة أني. زين. إي والله. الله يعينك. فدنا بحالتي تعبانة، وعيوني عيوني سويت عملية بإيران، حطوا لي عدسات، وهسه كل شيء ما أشوف. يا الحياة يا حياة أجي أندعمه، وأني لا عندي اليد. لا عندي بنية، لا عندي كل شيء، بس عندي الله، هاي هي. ولا عندي مثل أخواني استشهدوا، أخواني استشهدوا قتلهم داعش. الله يعينكم يا أسراء، شكرا لمشاركتك. وبيتنا فجارة، الميليشيات فجارته. شكرا لك. من ويانا؟ أبو باسم من الأنبار، مرحبا أبو باسم. الله يبارك أستاذ محمد. يا هلا بيك، تفضل أبو باسم. أقول لك الموضوع الصحة. إيه. مطلوبين بس عريت أفتح، هم مساعدين أدوية تاني طلبون على وزارة الصحة. رحوا المستشفيات بالله، والله العظيم حتى مقدم ما عندهم. إيه. يعني الموضوع يعني كارثة، يعني شو جابوا أدوية، شو يعني مسوين للصحة بشي خراب، الصحة خراب بالنسبة عندنا بالرمادي. يعني هاي كذوبة وهاي كله بوق وفساد. شكرا يا باسم، شكرا لمشاركتك. يعني الوضع الدوائي بالوزارة في بداية عمل الحكومة الحالية دهور بشكل كبير، ما تمكنت الوزارة من توفير بس 12% من الأدوية الأساسية بكامل الاحتياجات، و 39% من الأدوية باحتياج غير متكامل. ما قدرت الوزارة توفر ما نسبته 49% من الأدوية الأساسية لعام 2018، إضافة إلى النقص الشديد في الأدوية والتمويل. أنا علاء من الأنبار، مرحبا علاء.
عليكم السلام. وعليكم السلام. الله يخليك استاذ يرحم والديك، بس بخصوص الموصول اخر شيء يعني اللي صار عليهم. ايه ايش بيهم؟ بس نريد نعرف يعني، لان الحكي متناكم، راح يوفر الماليه وهذا اللي يقول ما ادري شنو شنو الحكومات، خلينا يضحكون على نفسهم، بس نريد نعرف. والله يا علاء يعني انتم المفروض اعرف بهذا الموضوع، بما انكم انتم يعني على تواصل دائم ويا الوزاره، على تواصل دائم ويا المسؤولين عليكم، تشوفون شلون يتحركون، شو وقت يرجعوكم، انصرفت لو ما انصرفت. شكرا يا علاء، شكرا لمشاركتك ويانا. عبد الله من الانبار على الفايبر، مرحبا عبد الله. عبد الله قطع. قطع اتصال؟ طيب مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم طيب المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استوديو الناس يستقبل آراءكم وفق الماده 38 من الدستور والخاصه بحريه التعبير، وحق الرد مكفول لكل من يرد ذكر اسمه، والقناه غير مسؤوله عن الاراء الوارده في البرنامج.